هذه هي قلعة الوداد. إن كنت ودادي اشترك في القناة وفعل زر الجرس لنستمر إن شاء الله بتقديم الجديد. صدمة قوية لفريق الوداد الرياضي قبل مواجهة بلوزداد. تأكد غياب أحد نجوم فريق الوداد الرياضي عن مواجهة شباب بلوزداد الجزائري غدا السبت في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، وفشل تأهيل اللاعب رضا الجعدي ليكون متاحا لمباراة بلوزداد بعدما عودت الآلام التي كانت سببا في غيابه عن موقعة الذهاب. ورغم المجهودات الكبيرة التي بذلت إلا أن اللاعب سيبقى خارج حسابات المباراة خشية حدوث مضاعفات قد تؤثر عليه بقية الموسم، كما كان موقف المدير الفني وليد الركراكي حاسما في استبعاد اللاعب نهائيا لحاجته لخدماته في مشوار الدوري وكأس العرش. وسيكون الجعدي ثالث غيابات فريق الوداد الرياضي عن هذه المباراة بعد منصف الشراشم وجلال الداودي الذي طرد بالورقة الحمراء في المباراة الأخيرة. وعلمنا أن الركراكي قرر منح ثقة للاعب أنس رغات ليحل مكان رضا الجعدي مع يحيى جبران وأيمن الحسوني في خط الوسط. إلى هنا نصل لنهاية الفيديو. دمتم في أمان الله وحفظه. إلى اللقاء.